وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه خافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان، حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أياما حتى يعوده الناس. أما نحن قلوبنا قاسية، نسأل الله لنا أن يلينا قلوبنا، فإنها تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد، نسأل الله العافية. لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف. كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده. أما قلوبنا الآن أحجار أو أشد، يقال للإنسان اتق الله اتق الله اتق الله، ولكن لا يستفيد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا سمعوا كلام الله عز وجل ازدادوا إيمانا. ازدادوا إيمانا من وجهين: الوجه الأول التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، والثاني القبول والإذعان لأحكام الله، فيمتثلون ما أمر الله به فيزداد بذلك إيمانه، وينتهون عما نهى الله عنه تقربا إليه وخوفا منه فيزداد إيمانه. فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانا من هذين الوجهين. وهكذا إذا رأيت من نفسك أنه كلما تلوت القرآن ازددت إيمانا، فإن ذلك من علامة التوفيق. أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به فعليك بمداواة نفسك، عليك بمداواة نفسك. لا أقول إن أن تذهب إلى المستشفى تأخذ جرعة من حبوب أو مياه أو غيرها، ولكن عليك بمداواة القلب، فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض، نسأل الله العافية. فأنت يا أخي أنت طبيب نفسك، لا تذهب إلى الناس، اقرأ القرآن إن رأيت أنك تأثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك، فأنت مؤمن. وإلا فعليك بدواء نفسك، داوي نفسك، داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده، يعني موت قلب. أما موت الجسد فبعده حياة، بعده بعث، جزاء، حساب. يقول عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم فقط يتوكلون. وهنا قدم المعمول على ربهم إشارة إلى الاختصاص والحصر، وأنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل، لأن غير الله إذا توكلت عليه فإنما توكلت على شخص مثلك، ولا يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على منفعة نفسك.